تلاذا أمضى ذلك قبل دون آخر الزمان كا وأد الدين لو نعدك لعدبة لو لمن ما شهديته الله أرض القرآن كحمبار سني سجس جرنيني وما دحوينه وكقيمة بدنيا نعم يسوع الم القرآن برتاي أو شرع الدين تسي برتاي إنه عيد نقضه أو فقير نقضه أو واحد عكري ومظهر مركبه ما هن علوم تن مادي جو ينوب بتي سكولة له سنة دول بسكولة وحكى صوب حين تصو كن وقف شغنا ما هيا شليت هذا المدرسة ده أنت جبنا أرض القرآن كان صور ديري جليا كي مدي كي دوايا هنقول سيد بانكو يري حد جت بليشة وحد دختر وحوري وحن هاي مول دختر ولي بعندها حدنا دختر نمدي يشهادة دي ويشقين ويدو دوايا بانكو حك سيد أبو يري دع ما يسوع الم القرآن برتاي أو شرع الدين تسي برتاي إنه عيد نقضه أو فقير نقضه أو واحد عكرين لكن وين دع ذا تأدية دختر ردي بدر كسايو دوايا كل شقين سنة يا شغادة دوايا عمها لكن واحد كتو سنة يا ونوجه ذا وحي لو قلت تبعي لباتن كسنو وحبل لقوها أما دين تمياء دين تيادا لقو مقضو معلم هدي هدي او يري هاي طالب حافظ القرآن كم معلم المدرسة يدبو نقون كرا هدو علم قسي برتنا قادب نقون خطيب نقون مدرس نقون واعد نقون مفسر نقون ومدن بو هقامين ماشو تقبل ساقا مدكو دبتو كان أردق القرآن كحمبار سني ساقا سجرنيني ومدحوينو كقيمة بدن يحي مدح ذا قداشي سكوتو كتا وما القبيل ندى آيات قداشي سكوتو كتا وددك ما ركتاني الدوية دا لو ملايين أسر ريان آيات إساق دبجوك سيدا حافظ القرآن كا مركا جزاكم الله خير وأن نقول ديري راليقا هذا ودير رقلين بأيقا تهي ذلك أدوضان إيا معلمين تا إيا مدرسة إيا مسؤولين تا إذن وحان لأنا هاي ومد خير بعضو هاي سان وماشي أقوة ناكسانية دي ومد ما أنت لغي سلاحين لهانا إنك هجوغي ذلك هي دعاة كردية ومدن هقان كوغينا هلكا ومبكا صوبيح دونا تلادا ومدى ذلك قبني دون آخر الزمان كا وأد الدين لو نعدك لعدبة لو لمن ما يسهديت والله مركا ذلك أدوضان الله إن قرب قلو ثوابي أجر إلهي بين نقسين والددي أرددنا وحان لنا هاي إلهي تبارك وتعالى استقامه نقسيو قبول ينا الله نقسيو واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سيح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها